مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا والسلام للجميع. اليوم نحكي عن تسجيل الأطفال في المدارس، شغلة مهمة جدا جدا جدا، خاصة أول ما توصلوا. بيعتمد إيش تدريس الأطفال في المدارس. خليكم معنا بعد بعد هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. شيء مهم في تسجيل المدارس اللي يكون عندك عنوان سكني، لأنه كل المدارس تعتمد على عنوانك السكني. عشان هيك حكينا أنه السكن إشي مهم. أنت بس تكون حاجز سكن أو عندك سكن بتقدر تعرف شو المدارس اللي بتروح عليها. الآن بشكل عام الشيء المهم اللي لازم تفهمه انه في مدارس الرانك تبعها عالي، في مدارس الرانك تبعها اقل. ممكن تعرف الرانك، مع انه انا مش كتير مع موضوع الرانك، بس ممكن تعرف موضوع ترتيب المدرسة وقوتها عن طريق الجوجل. تدخل بس رانك اوف، بتحكي اسم المدرسة وبعطيك الرانك تبعها. في كتير مقاطعات بتسوي الرانك، في مقاطعات ما بتسويها، فبيعتمد على المقاطعة. في مدارس يمكن ما تلاقيها لأنها جديدة، أو مدارس لأنها أقل من الواحد، لأنه هي من 10 لـ1 الرانكس. طبعا أولاد القادمين الجدد بيقدروا يدخلوا المدارس في أي وقت، يعني مش شرط في بداية العام الدراسي. يعني إذا يجوا مثلا بشهر 10-11 ممكن يدخلوا. أول شيء بروحوا بيسووا اختبار. يا زولا طبعا ابناء القادمين جدا بيقدروا يدخلوا المدارس في اي وقت. يعني اذا بتجوا شهر 10-11-12-1-2 بدخلوهم. اول شيء بتروح على السكول بورد او المكان تبع المدارس وبيعملوا لهم اختبار للاطفال، خاصه اللغه الانجليزيه او الفرنسيه حسب اللغه اللي راح يدرسوا فيها. اذا نجحوا في الاختبار وضعهم كويس بدخلوهم دايركت على الصفوف تبعتهم. اذا ما كانوا كويسين في اللغه، وهذا سؤال بيسالوا الناس كثير، ما عندك مشكلة، بدخلوهم على شغلة اسمها ESL Class، يعني بس للقادمين الجدد. بتأكد انه ابنك خلال 2-3 ماكسيموم 4 أشهر راح يتقن اللغة الانجليزية او الفرنسية، وراح يروح يدرس مع الاطفال بشكل طبيعي، ما في عنده مشاكل. الان انواع التعليم في انتاريو، انا بدي احكي عن انتاريو كيبيك لانه هم المقاطعتين اللي عندي خبرة فيهم. انواع التعليم في انتاريو سهلة جدا زي بلادنا تقريبا. في عندهم روضة، ابتدائي، اعدادي، وثانوي. الروضة من صف الرابع وصف أربع، من عمر 4 سنين إلى 6 سنين، سنتين. بعدين الابتدائي 6 سنوات، الاعدادي 3، والثانوي 3 سنوات، واخر سنتين بيقدر يبدا الطالب يدرس المواد للثانوية. بكيبيك بيختلف شوي، عندهم الروضة سنة واحدة من 5 إلى 6 سنوات، الآن عم بيحاولوا انهم يدخلوا سنتين. بعض المدارس بدأوا في بايلوت بروجكت في كيبيك. بالابتدائي نفس الشيء 6 سنوات، الإعدادي 3 سنوات، والثانوي 2 سنين فقط. يعني بدرس الطالب في المدرسة 11 سنة، بعد 11 بدخل إلى شغلة اسمها سي جيب اللي هي تعليم ما بعد الثانوي، عادة مدة 2 سنين، وبعديها بدخل الجامعة. فبكون محضر، يعني هي زي كلية، السجيب عبارة عن زي كلية بدخلها وبحضر للجامعة. هذا الاختلاف البسيط بين كيبيك وأنتاريو. بالنسبة لل طيب الآن بشكل عام في عم نحكي عن المدارس الحكومية. في كل مدينة في شيء اسمه سكول بورد. سكول بورد احنا مثلا في اوتاوا في عندنا 4 سكول بورد، في هذول الحكومية، في واحد بابليك انجلش لهم اسماء مش حاعطيكم اياهم مش لانه مش حيهموكم الا اذا جايين على اوتاوا، وفي بابليك فرنش، يعني
البابليك انجلش تدريس بالانجليزي، وفي احيانا بعض المواد بالفرنسي اذا انت طالب. بابليك فرنش كل التدريس بالفرنسي. في عندك كاثوليك اللي هي مدارس الدينيه الكاثوليكيه، بابليك انجلش برضو عندهم انجليزي وفرنسي، وفي كاثوليك فرنش بس فرنسي. هذا بالنسبة للمدارس. طبعا الجامعات في كل مدينة في جامعات ممكن تطلعوا عليها، الجامعات أسهل إنكم تلاقوها، بس إنكم تعرفوا البورد اللي أنتم رايحينه وشو اللي راح تدرسوه مهم. في شغلة في كندا مهمة جدا إنكم تحكوا نحكي لكم عنها، اللي هي immersion school، اللي هو إنك تدرس إنجليزي وفرنسي مع بعض. وهاي شغلة أنا بحبذها كتير، لأنه هم بدرس الولد لغتين مع بعض. المواد بدرس مثلا 3 مواد بالفرنسي وخمس مواد بالانجليزي او العكس حسب قدرته على اللغات. طبعا هاي بتقوي لغته في اللغتين، خاصة اذا هو جاي جديد او ولد صغير لسه ممكن يتعلم بهذا الموضوع بسهولة. اذا جاي مثلا صف 7 و8 او 9 لا، خليه على اللغة اللي بعرفها احسن ويركز عليها. بالنسبة لمقاطعة كيبيك، هلا زي ما حكينا مقاطعة أنتاريو لك الخيار إنك تودي ابنك على هذول الـ4 بوردز. بالنسبة لمقاطعة كيبيك، الإميجرانتس قولا واحدا مجبر أخاك لا بطل إنك تدرسهم باللغة الفرنسية. نعم، مقاطعة كيبيك لأن اللغة الرسمية فيها اللغة الفرنسية، فكل القادمين الجدد مجبرين يدرسوا أبنائهم باللغة الفرنسية. أنا بعرفش فرنسي، أنا هذا الموضوع ما بمشي عليهم وهم عارفينه. في حالات بسيطة يعني أو استثناءات ممكن تدرس ابنك باللغة الإنجليزية. إذا أحد الأبوين درس في كندا في مدارس، مش بالجامعة، بمدارس باللغة الإنجليزية، ممكن تدرس ابنك في اللغة الإنجليزية. والاستثناء الثاني إنه يكون هذا الولد من ذوي احتياجات خاصة، يعني مع اوتيزم مثلا او مع داون سيندروم او مع اي دي اي، هاي الشغلات ممكن ينظروا فيها. واعتقد اذا في عندك ورقه من الدكتور انه الولد عنده صعوبات تعلم وامور زي هيك، يعني بدك تشوف القوانين غاد اذا بدك تدرس اولادك بالانجليزي. لكن فرنسي مهم جدا في مقاطعه كيبيك. عاده جميع الاطفال في مقاطعه كيبيك بيحكوا انجليزي من الشارع، من اليوتيوب، من اصحابهم، لكن التدريس في المدارس كله بالإنجليزي. الآن هذا بشكل عام عن موضوع المدارس الحكومية. المدارس الخاصة في كل المدن تقريبا، الكبيرة خاصة في مدارس خاصة، في مدارس خاصة إنجليزية، في مدارس خاصة فرنسية، وفي مدارس خاصة إسلامية. مثال في مدينة أوتوا في عندنا مدرستين، يعني مدارس عادية مش مدارس بس يوم سبت، مدارس من الاثنين للجمعة إسلاميات. في واحدة اسمها الأبرار سكول، تعتبر من أفضل المدارس الموجودة في مقاطعة أنتاريو. أعتقد قبل 5 سنوات أخذت المركز الأول، الآن نزل شوي ترتيبها. وفي المدرسة التالية، المدرسة الإسلامية في أوتوا، برضو جيدة وليست بالسيئة. طبعا هدول بتدفع عليهم فلوس. الآن بدنا نحكي عن مبالغ. بشكل عام المدارس الحكومية التدريس فيها مجاني، بتدفع I think 10 to 20 دولار، يعني 10 ل 20 دولار، بسموها activity fees مش للحكومة هاي. أما في المدارس الخاصة لا، بدك تدفع عادة بتبدأ من 400 دولار إلى 600 دولار بالشهر تقريبا. بدي أحكي في مدارس يمكن أغلى شوية، خاصة البوردينج سكول اللي بينام الولد في المدرسة لأنه فيها نوم وأكل. المدارس العادية اللي هي زي مدارس الإسلامية هاي تقريبا. الآن شو الأوراق المطلوبة عشان تسجل ابنك في المدارس؟ أول شغلة اللي هي شهادات الميلاد للأطفال. الشغلة الثانية الباسبورت للأطفال وللأب والأم. الشغلة الثالثة اللي هي landing paper، الأوراق اللي أنت دخلت فيها وإذا معك الـ PR. الشغلة الرابعة اللي هي صورة شخصية للولد، أعتقد بطلبوها منك، ممكن تصورها غاد، في بعض البورز ما بطلبوها. الشغلة الخامسة اللي بطلبوها اللي هي school records، اللي هو شو درس في السابق، يعني صف أي صف خلص أو خلص وين. والشغلة السادسة اللي بطلبوا شهادة التطعيم، حكيناها مهمة جدا للأطفال، خاصة أنها تكون ترجمة باللغة الإنجليزية.
طبعا هاي الامور بسيطه جدا، اوراق سهله بتروح بتقدمها، تاخذ موعد بتقدم لهم اياها، بقولوا لك وين المدرسه تبعتك، موضوع سهل جدا جدا جدا. الان في شغله نهائيه بدي احكي فيها اللي هي الباصز. معظم المدارس في كندا بتقدم باصات للطلاب، هذه الباصات عادة بتكون مجانية إذا بحق للطالب. الآن المسافة بين المنزل والمدرسة هو اللي بحدد حقية الطالب بالباص ولا لا. المسافة بين المدرسة مثلا حسب برضو كل سكول بورد، مثلا نحكي إنها 2 كيلو، فمعناها إنه بحق له باص، بقيسوه على جوجل، بحق له باص. هذا الباص بيجي بوقت معين بلم الطلاب، إذا تأخر عليه بيضطر إنه الولد يروح يا إما أهله يوصلوه يا إما يمشي على المدرسة، وبرجعوا نفس الإشي نفس الباص. الآن في بعض الأحيان إذا المسافة أقل ما 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 بعطوه باص، فبضطر إنه يا الأهل يوصلوه يا إما يروح لحاله كل يوم. الآن الباصات هاي بتكون تقريبا في جميع الأيام إلا الأيام اللي بيعلنوا عنها إنه ما في باصات مدارس، خاصة لما يكون في إيش بسموه بلاك آيس، يعني الدنيا مزحلقة برا. هذا بكون فيري سليبري، إنه الناس ممكن تتزحلق، فعشان السيفتي بوقفوا الباصات هاي لما يكون في ثلج كتير، مثلا ثلج 40 50 سم بليلة واحدة، بوقفوا الباصات. عادة بوصلك ايميل او مسج على موبايلك بحكي لك انه الباصات موقفة لهذا اليوم، وبالجرايد بكتبوها في كل مكان. بتصير هاي يعني بس فصل الشتاء بنحكي 3 4 مرات بالفصل كامل. بشكل عام الباصات مستمرة. هذا موضوع المدارس، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، لأنه مهم جدا كيف تسجلوا أبنائكم في المدارس، وأعتقد معظمكم بفكر بهذه الفكرة وجاي عشان أولاده، فهذه خطوة مهمة تعرفوا شو المدرسة، شو اللغة اللي بده يدرسها، وشوفوا الأوراق المطلوبة تحضروها قبل ما تيجوا. يلا أعطيكم العافية، نراكم في فيديو آخر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل